عليه يا رسول الله عليه. يا ليش عبوا تقتلوني؟ يا ليش عملها؟ يا هل ترى ما استحقوش؟ افهم ما تفهم شيء. كيفاش نعيش؟ جانا جانا حياة مزرية جدا، ربما السجن أحسن. اشكيت للعالم، اشكيت لمتاع حقوق الإنسان في تونس، ونشكي لربي حقي ما هوش دار. للناس لباس عليهم، لباس عليهم بالقداء بالقداء، انتدبوه وخلوا الناس ضعاف لأربعة وثلاثة في العين. قلت كان ديما ساكت وديما نغزر على اليمين وعلى اليسار، كل دقيقة قلت يحكموا لي 10 سنين 5 سنين يتموني بالحبوا عليهم. دمروا لي حياتي بالكامل، تعرف ايش معناها بالكامل؟ بالكامل دمروني. يلزم الأمور تتحرك، يلزم الأمور تتبدل. برنامج الحقيقة مساء كل يوم أربعاء على قناة حنبعل.